الحرب الأهلية تقترب وتزيد المخاوف من اندلاعها. المكان ليس العراق أو السودان أو أفغانستان أو غيرها من الدول التي لطالما دأبت أمريكا على محاولات تقسيمها وإضعافها. المسرح هذه المرة أمريكا نفسها، فولاية تكساس الواقعة في أقصى الجنوب الأمريكي تهدد بالاستقلال عن حكومة واشنطن. بعد أكثر من 160 عاماً على انتهاء الحرب الأهلية التي اعتبرت الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن هذا السيناريو قد يتكرر في القرن 21 في ظل تلويح ولاية تكساس بالانفصال بالتزامن مع دعم 25 ولاية لقرارها المتمثل بعدم تنفيذ حكم فيدرالي يقضي بإزالة الأسلاك الشائكة من الحدود المتاخمة للولاية مع المكسيك. ولاية تكساس التي يحكمها الجمهوري غريغ أبوت تحدت القرار الاتحادي، وهو ما يعرض شرعية الحكم والسلطة الفيدرالية في الولايات المتحدة للخطر بحسب مراقبين. أكدوا أن الوضع أصبح خطيراً في الولاية، خاصة وأن هناك 25 حاكماً جمهورياً أعلن مساندة ولاية تكساس بعد حملة قادها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بهدف منع الهجرة غير النظامية عبر الحدود الجنوبية. ومع وصول قوات من الحرس الوطني من الولايات الجمهورية الداعمة لقرار حاكم تكساس، تزداد المخاوف من احتمال مواجهة قريبة قد تتحول إلى حرب أهلية، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في البلاد واقتراب ترامب من الحصول على الترشيح من حزبه الجمهوري في مواجهة بايدن. ولاية تكساس هي ثاني كبرى الولايات الأمريكية وثاني أكبر قوة اقتصادية، لديها 24 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي ونحو نصف إنتاج الولايات المتحدة من النفط وربعه من الغاز الطبيعي، ويعد اقتصادها أقوى من اقتصادات دول كبرى كروسيا وأستراليا. واليوم قد تشعل هذه الولاية فتيل حرب لا تبقي ولا تذر، والسبب هجرة شعوب إليها، لطالما كانت أمريكا السبب وراء هجرتهم من بلدانهم التي أفقرتها واشنطن ونشرت فيها التخلف والفساد.